نعم. الاستراحة هنا يعطيكم العافية ما شاء الله. استقبال الضيوف وكذا أيضا يعني جديدة بعد عام ممتاز. بعدين ان شاء الله نرسل لك المصاحف او اذا حد جاي بوزي بالصدفه يمر بني عبد الكريم. يا ريت والله يا ريت. تفضل دكتور، هذا المكتب جديد مكتب الاعجازه العلمي مكتبك انت. نعم تفضل. عظيم طبعا الهيئه. الشيخ عبد الله المصلح ما شاء الله زارنا وقال اعطونا هذا القسم للاعجاز العلمي ما شاء الله. وانتم اللجنه وكذا ومعكم الاخ حسين قلنا له اهلا وسهلا فيك. خلاص هذا عندكم غرفه جديده؟ اهلا وسهلا. كل المكتب لك. صحيح لا يجيبهم ابدا لانه انا عندي انا امين عام الهيئه العالميه للتعليم الاسلامي. بس سوي لك المكتب انت تتكفل بتاسيسه بتحويله كل شيء. الاسلامي وبعدين عندنا الهيئه الاخرى الامين العام هي التنسيق العليا للمنظمات الاسلاميه. ما شاء الله ما شاء الله. تعطينا غرفه واحده نحط فيها الهيئتين. الله اكبر.